ثلاث علامات تبشرك يا أخي وتبشرك يا أختي بالشفاء من سحر التعطيل وسحر الوسوسة وسحر التفريق ومن أي سحر وحسد. ثلاث علامات يا أخوة تكون لكم بشارة من الله عز وجل بأن الشفاء قد تم وبأن السحر قد زال من حياتكم. هذا ما سنتعرف عليه في هذه الحلقة. بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث علامات يا أخوة في حياتكم لو شفتوها تعرفوا إن ربنا عز وجل شفاكم من سحر تعطيل الجواز وسحر الوسوسة وسحر التفريق ومن أي سحر وحسد فعل عليكم من أعدائكم. ثلاث علامات. أول علامة وهي العلامات الجسدية، أي حد مسحور يا أخوة هيبقى بيظهر على جسمه علامات غريبة كبقع زرقاء أو بقع صفراء أو سوداء على جسمه، وخاصة في أماكن حساسة أو أماكن خاصة عند الأخ والأخت، بيظهر عليهم آلام في المعدة، صداع مستمر، بيظهر عليهم التكبيل، بيظهر عليهم الضيق والكسل، بيظهر عليهم إن في جن بيجامحهم أو حد بيخنقهم أثناء النوم. من العلامات يا أخوة اللي تبشر بالشفاء هي زوال كل ما ذكرناه، زوال الأعراض الجسدية من ألم وصداع وبقع سوداء أو زرقاء، زوال التكبيل والخنقة أثناء النوم، زوال الهموم، زوال أي علامة جسدية كانت بتظهر على جسد الأخ أو الأخت. فلو شفتوا إن جسمكم اتغير وبدأ عندكم النشاط يزيد وبدأ عندكم إقبال على الأكل وعلى الحركة وعلى مقابلة الناس، فهي بشارة عظيمة بأن السحر قد زال وبأن الشفاء قد أتاكم. أسأل الله عز وجل أن يشفيكم ويشفينا من كل مرض، آمين. ثاني علامة وهي العلامات الروحية، أي حد مسحور أو محسود يا أخوة بيبقى عليه علامات روحية، وهي الهم والضيق المستمر، الأحلام المزعجة المستمرة، عدم محبة سماع القرآن، عدم محبة الصلاة، عدم الشعور بالفرح أو انشراح الصدر، عدم محبة الناس أو اجتماع الناس أو مقابلة الناس، الإحساس بعدم تمني الزواج، كل هذه علامات روحية بتدل على السحر. وعلامات الشفاء هي زوال كل ما ذكرناه، زوال الهم والضيق المستمر من حياتك، الإحساس بحبك للناس وحبك لمقابلة الناس والاجتماع مع الناس، الإحساس بأنك عايز تسمع القرآن وعايز تسمع الرقية وعايز تصلي طاعات وعايز تصلي تهجد وقيام الليل، الشعور بالفرح وانشراح الصدر والقبول على الحياة، والأخ والأخت بيبقوا يتمنوا الزواج وعايزين يتجوزوا، كل هذه علامات روحية تبشر الأخ والأخت بشفائهم إن شاء الله. أسأل الله أن يعجل شفاءنا وشفاءكم من كل سوء، اللهم آمين. العلامة الثالثة والعلامة المهمة وهي علامات في الحلم تدل على الشفاء، أول علامة وهي قراءة سورة البقرة في الحلم أو سماعها أو تلاوتها أو ذكرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. فرؤية سورة البقرة في الحلم هي بشارة عظيمة بشفائكم وزوال السحر من حياتكم إن شاء الله. الحلم الثاني وهي الرقية في الحلم، لو الأخ والأخت شافوا نفسهم بيرقوا أنفسهم في الحلم أو بيرقوا شخص آخر أو رأوا إن في شخص بيرقي شخص أو بيرقيهم أو رأوا الرقية الشرعية عامة في الحلم، هي بشارة عظيمة بزوال الهم والحزن والسحر من حياتهم إن شاء الله. ثالث علامة وهي أحلام قتل الحيات والثعابين والوزغ والعقارب أو حرقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجن ثلاثة أصناف، صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء، وصنف حيات وعقارب، وصنف يحلون ويضعنون. فلو الأخ والأخت شافوا أنهم بيقتلوا حية أو بيقتلوا ثعبان أو بيقتلوا عقرب أو بيقتلوا وزغ، فهذه علامات مبشرة بأن الشفاء قد أتاكم وعلامات تبشر بزوال السحر من حياتكم. وأفضل الرؤية يا أخوة أنكم تروا أنكم قتلتوا الثعبان وقسمتوه نصفين، يعني الأخت أو الأخ يشوف أنهم قتلوا الثعبان وقطعوه إلى نصفين في الحلم، وكذلك للعقرب وكذلك للوزغ وكذلك للحيات. رابع حلم وهو قتل الكلب الأسود أو حرقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلب الأسود شيطان. فلو الأخ والأخت شافوا أن في كلاب سودة بتهاجمهم وهم قتلوه، ومن رأى الرؤية يقتل الكلاب أو يحرقهم، فهي بشارة عظيمة بزوال السحر وبالشفاء القادم لكم إن شاء الله. خامس حلم وهو قتل الوزغ والحرق،
الحرباء وإحراقهم. الوزغ والحرباء يا أخوة بيرمزوا للعداوة وبيرمزوا أيضا للسحر، فقتلهم في الحلم هي بشارة عظيمة بزوال السحر من حياتكم. سادس حلم وهو قتل النمل الكثير أو حرقه. لو الأخ أو الأخت شافوا إن في نمل كتير ماشي على جسمهم أو ماشي في بيتهم أو ماشي على سريرهم، هي علامة بالسحر، وقتل النمل أو حرقه أو رشه بالمبيد الحشري في الحلم هي كلها علامات تدل على زوال السحر والحسد من حياتكم وعلامة بالشفاء. سابع حلم وهو تنظيف الجسد أو البيت. لو الأخت شافت إنها بتستحمى وبتنظف جسدها وأيضا بتغسل البيت وخاصة أرضية البيت، وبقى البيت نظيف وبقى جسمها نظيف، هو زوال الهم والسحر والحسد من حياتهم وتيسر أمورهم إن شاء الله. تامن حلم وهو رؤية القيء أو التغوط والتبول الكثير. لو الأخ أو الأخت شافوا إنهم بيقيئوا في الحلم، يعني بيرجعوا أكل أو بيرجعوا شيء وبيخرج الشيء من فمهم، وخاصة لو دم أو شعر، هي بشارة عظيمة بشفائهم من سحر مأكول وبشارة عظيمة بزوال السحر من حياتهم. التغوط والتبول الكثير يا أخوة أيضا بيرمز لخروج الضر من جسمكم وخروج السحر من جسمكم، وخاصة لو من رأى الرؤيا يرى نفسه تغوط ثعبان أو حية أو دم أو بول أو شعر، كلها علامات تدل على الشفاء من السحر إن شاء الله. تاسع حلم وهو الحلم المهم، خروج الشعر أو الدود من الفم أو الأكل أو الجسد. لو حد شاف رؤيا إن هو بيخرج شعر من بقه أو من فمه أو بيخرج دود من فمه أو من جسده أو بيخرج دود أو شعر من الأكل، فهي كلها رموز تدل على الشفاء من السحر وتدل على تحصين وتدل على زوال السحر. وأيضا من علامات الشفاء من السحر علامات حسية، وهي زوال الصداع والضيق والتعب المستمر، زوال الهم والحزن المستمر، حب سماع القرآن وحب اجتماع الناس والإقبال على الحياة والإقبال على الجواز، لأنكم يا أخوة وانتم مسحورين بيبقى عندكم الشعور تعب المستمر والصداع والكسل المستمر، وبأنكم عايزين تناموا طول اليوم وطول النهار، مش عايزين تقابلوا الناس، مش عايزين تتزوجوا، مش عايزين تسمعوا قرآن، مش عايزين تسمعوا رقية، مش عايزين تصلوا صلاة نوافل أو طاعات. فزوال هذه العلامات والإقبال على الحياة وانشراح الصدر هي علامة حسية تبشركم بالشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفينا ويشفي كل سامع وكل مؤمن على هذا الدعاء. اللهم اشفينا واشفي أهلينا واشفي كل من سمع وأمن على هذا الدعاء. اللهم اشفينا واشفي كل مسحور. اللهم اشفينا واشفي كل مسحور. اللهم اشفينا واشفي كل مسحور. اللهم اشفينا وحصنا باسمك العظيم. اللهم احفظنا واحفظ أمهاتنا وآبائنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وزوجاتنا وذرياتنا وبيوتنا وأموالنا وأرزاقنا وكل ما وهبتنا من خير. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. احفظنا من كل عين حاسد ومن كل حقد حاقد ومن كل قلب خبيث. احفظنا من المنافقين، احفظنا من الساحرين، احفظنا من الحاقدين والكهنة والسحرة. احفظنا يا رب من كل لئيم، احفظنا يا رب واجعل لنا نورا من نورك، يحفظنا ويسترنا من أعين الحاسدين والحاقدين. اللهم اشفينا، أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي. اللهم اشفينا من كل مرض يؤذينا، بسم الله نرقي أنفسنا من كل شر يؤذينا، من شر كل نفس أو عين حاسد. الله يشفينا، الله يشفينا، الله يشفينا. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله تامة من كل شيطان وهامة وفاقة وكل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حصنا أنفسنا بلا إله إلا الله، واستعنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى
وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.